حدثني إحدى الأخوات تقول كانت لنا جارة راقصة ترقص في الحفلات وفي الأفراح، وفي يوم من الأيام دعينا إلى عرس وإلى فرح لفتاة مستقيمة، لكن أصر والدها أن يحضر تلك الراقصة، وبالفعل بدأت تلك الراقصة ترقص. خرجنا من الفرح جميع الأخوات المستقيمات وغادرنا ذلك الفرح، وبدأت الراقصة ترقص، ثم فجأة سقطت مغشيا عليها. قالت إحدى صديقاتها زيدوا لها في الموسيقى فإني أعرفها فهي تحبها هذه الموسيقى وتثيرها. يقول فزادوا لها في الموسيقى فلم تفق، فجاءت إحدى الطبيبات الحاضرات وأخبرتهم أنها قد ماتت في مكانها فوق مسرحها، جاءها ملك الموت وهي في مكانها. ليتها جاءها ملك الموت وهي تصلي، أو وهي تقرأ القرآن، أو وهي تسبح، أو وهي تذكر الله سبحانه وتعالى. لكن الفاجعة والأغرب من هذا أننا كنا نحاول ستر جسدها، لكن الغطاء وذلك اللباس وذلك الساتر كان ينزلق من على الجسد، فدفناها وهي مربوطة في ملائه ولم يصلي عليها أحد. لماذا نموت كهذه الميتة يا شباب؟ لماذا نموت كهذه الميتة يا فتيات؟ الشباب يموتون في دورات المياه وهم في المخدرات، الشباب يموتون في السيارات وهم يضربون المخدرات، الشباب يموتون وهم يعاقرون المسكرات والخمور، الفتيات يموتن وهن في المسارح وهن تحت وطأة الزنا والبغاء والعياذ بالله. لماذا لا نرجع؟ لماذا لا نبكي؟ لماذا لا نتضرع لربنا سبحانه وتعالى أن نرجع إليه؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. لا نريد أن نكون من أهل النار يا رب، لا نريد أن نكون من أهل النار يا رب. نتمنى يا رب أن تتوب علينا جميعا شبابا وفتيات ورجالا ونساء في رمضان، وأن ترزقنا خاتمة حسنة، وأن نقبل على طاعتك ومرضاتك. وقف يا أحباب، موسى شاب كان عاصيا، كان بعيدا عن طاعة الله، كان يسير بسيارته بسرعة. يقول الشباب الذين كانوا معه على الطريق الدائري السريع، مر بجوارنا ذلك الشاب بسرعة مجنونة خرافية، وبعد لحظات وجدنا أن السيارات تبطئ من سرعتها، فتوقفنا وإذا سيارة موسى منقلبة على جانب الطريق، وإذا تنكي البنزين قد ثقب عدة ثقوب، والبنزين ينزل من ذلك التنكي على مقاعد السيارة دون أن نشعر ودون أن نعلم. اقتربنا من السيارة وجدنا موسى في داخلها يضحك ويتبسم وهو فرح مسرور. قلنا له وأنت في مثل هذا الحال ينبغي أن تبكي، ينبغي أن تحزن، ينبغي أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. نظر إلى أحدنا قال معكم سيجارة؟ قلنا نعم، فقدمنا له السيجارة وممسك موسى بالولاعة والقداحة، ومع أول شرارة خرجت من القداحة انفجرت السيارة وامتلأت بالنيران، وصرخ موسى أنقذوني يا شباب، أخرجوني يا شباب، أبعدوني يا شباب. لكن الشباب ابتعدوا مع الانفجار الأكبر الذي انفجر بسبب تنكي البنزين، ورأى الشباب موسى وهو يموت أمام أعينهم، وهو يموت في وسط السيارة. كان يريد أن يموت عند الكعبة، كان يتمنى هو وغيره من الشباب أن يموتوا وهم سجود لله، كان يتمنى أن يموت في القتال في سبيل الله، كان يتمنى أن يموت وهو ممسك المصحف. فلماذا إذن نموت على هذا الحال؟ يا شباب يا فتيات، دعونا نرجع إلى الله، دعونا نؤوب إلى الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إذا ثبتت في الدنيا على الطاعة، إذا ثبتت على مرضات الله، والله تموت على الطاعة، تموت على مرضات الله. إذا ثبتت يا أختي على الحجاب، على الطاعة، والله تموتين على الحجاب وعلى الطاعة. دعونا أيها الإخوة، دعونا أيها الأحباب، أنقلكم إلى صورة أخرى، صورة ليست صور العباد والزهاد والشهداء والصالحين، بل صورة أكرم البشر وهو يغادر الدنيا وهو يودع الحياة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه النعي وأنه مغادر الدنيا، فقال في خطبته: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا.